السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم راح نلعب لعبة Epics يا شباب. والله اني متحمس كثير للعبة. انا يعني مثل ما شايفين بديت اتعلم حركات جديدة، بديت اقتل Epics. يعني ما عليكم مني، اخر مرة كذا قتلت يمكن 10 أشخاص يا شباب. ما مشكلة، يعني مشوا عادي عادي. طيب شباب، نحن الحين داخلين ونحاول نقتل أكبر عدد ممكن يا شباب. والله أنا فيني حماس وطاقة لا مثيل لها. أنا الحين طالع من جيم الأولاني على أساس أني مفقرهم مقلدهم قلد، ولكن ما يكفي، أبغى كذا أطلع الأول يا شباب. والله انا ناوي اني انا يعني اقل شيء اقتل يمكن كذا 10 اذا ما 14. طيب ما علينا، انا بختار شباب باث ثندر، الرجل الالي. يعجبني هذا الشخصية كثير يا شباب. نختار باث ثندر. يس، ابتسم يقول لك. طيب عندي 4 kills which is not bad، حلوين، ولكن لا يكفيني هذا العدد يا شباب. ابغى اشوف 4000 kill. انا الجم ماستر، حلو. وين باغين تنزلوا الشباب؟ هنا؟ لا يا شباب، ما يصلح. خلنا نشوف مثلا هنا. ايوه اسرع يا ولد، اسرع يا ولد، ابغى صاروخ شيء جهنمي. طيب وين الانمي شباب؟ من لا ارى انمي. Where are you? Look at the map. The next ring is far. طيب. الزعلط يا ولد. خلنا نشوف ولا انمي موجود. شباب تعالوا هنا، ندور على لوت، ندور على افضل لوت. طيب هذا مش بطال، ممكن انا نستفيد منه. فين الشباب؟ سمعت صوت. طيب من هنا شباب، تحت. سبيد فاير، طبعا هذا من افضل الاسلحة عندي. سبيد فاير سلاح جبار، بس احتاج له سكوب. احتاج سكوب شباب. لا لا لا، مش هذا. طبعا من هنا يا ولد. شباب طبعا بقينا 2 بس، الشخص الثالث طلع. فانا الحين راح اسوي عملية بحث عن الانمي. وينك يا انمي؟ مستخبي مني فين؟ والله بطلعك. صحيح الرنج مش كلوز صراحة، لكن جالسين نلوت يعني شباب. ايش بنسوي؟ طيب واو، ايش ذا السيارة المنقلب؟
بصراحة الابديت الأخير حق إبكس اللي هو سيزن 2 ممتاز، صار جميل مرتب، فيها أماكن جديدة، بس أتمنى أنهم يحسنوا من الأسلحة. ما نبغى بيستل يا شباب، بيستل في كل مكان. طيب يس ليتس جو. طيب من ميزات الباثفندر انه ممكن انك انت تسوي لك هذا الشيء، هذا الشيء رهيب. زيب لاين هير، يلا ليتس جو ليتس جو. شوف كيف مختصر شباب. اوكي في طياره هنا انتظرني. طيب هذا الزيب لاين. طبعا الحين اللي نحاول نسويه ان نحن نقتل، ولكن لا ارى انيميز. فهل من انيميز يا شباب؟ تعال 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 تعال. ايوه انكمينج كير باكج. ايوه شباب اسمع صوت طلق، اسمع صوت طلق. اوكي من هنا من هنا. ايوه يا ولد مات. طيب هو ما عارفني ما عارفني. لا 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 انا طحت انا طحت. انقذوني يا شباب. لا انا موت. ليش كذا؟ طيب وين صاحبنا؟ ايش جالس تسوي؟ روح روح روح. تعجبني. طيب راح اشل. طيب معناته ممكن انه هو يرجعني مره ثانيه، ولكن نحتاج الى بيكون. طيب نسوي له علامه البيكون. اوكي طيب. طبعا الظاهر انه والله صاحبنا العيب، نتعلم منه يا اخي. ايوه ايوه اذكرك بالبيكون. خليك سريع خليك سريع جامد. اللي قتلني هذا راح ارجع له اكيد، مش ولا بد. تعجبني يا اخي. انا ما عندي درع، ابغى درع، ابغى ارمر. ايش ذا شباب؟ انا رجعت من جديد. ايش من طيران هذا يا شباب؟ طيب فنط. عدت من جديد شباب. طيب watch out for the new kill leader friend. خلنا نلوت خلنا نلوت، ندور شيء لوت. خلنا نروح خلنا نروح يا صاحبي، خلنا نروح نلوت. ابغى سلاح شباب، ابغى سلاح، ابغى سلاح جبار. ايوه هلو. في طلق، في صوت طلق. طيب شباب هنا في صوت طلق. طيب هو قريب، في قريب، في مكان قريب. وين الانمي يا شباب؟ والله كان هنا من شوي. ايوه ايوه انا قريب انا قريب. طيب الظاهر من جاسم الظاهره. ايوه طاح مات.
Looks like that was the last one in the squad. انا ما ارحم شباب، انا ما ارحم، تعرفوني ما ارحم جامد. شيل كامل، شيل كامل يا حبيبي. خلينا نعدل، خلينا نعدل لوت. جميل، لعب حلو كذا يا شباب. ايش عنده هذا؟ 30 seconds remain. The ring is nearby. عنده بولت. شنو هذا؟ حق الشوتجن. طيب كذا نحن جاهزين. فلنذهب. اي في شيء هنا. طيب ممكن نستفيد منه، ليش لا؟ عندي جولد، عندي جولد شيلد مثل ما بغيت. طيب حد 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 حد. انتظرني انتظرني يا صاحبي. وين بتروح مني يا ولد؟ ايوه يا ولد موت. اول سكواد. ايوه صح. والله اني ما اخليك. والله اني ما اخليك. وين تروح؟ طيب انا اروح الته شباب، ما بخليه. لا 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 شيت سنايبر. ليش ليش كذا يا سنايب؟ طيب انا بحاول ارجع صاحبي. لا 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 هو فوق، هو فوق، هو فوق يشوفنا. طيب رجعني مره ثانيه شباب حلوين. خلنا نسوي الريلود، ريلود، ريلود. نحن الأول يا شباب بإذن الله، بإذن الله. نجونا، نجونا بعجوبة. تعال تعال داخل، تعال داخل. أنا راح أجيب اللعب، يعني راح أجيب لعب يا شباب مهما كلف. تعال داخل، تعال داخل، لا تجيب العيد. لا 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 خسرنا يا شباب، خسرنا يا شباب. في أي مركز شباب؟ في مركز الثالث. أنا قتلت ثلاثة بصراحة، ممتاز، لعب جميل، عجبني اللعب. طيب يا شباب لغاية الحين أنهي الحلقة لليوم. طبعا جيم كان ممتاز بصراحة، وإذا عجبك الفيديو فلا تنسى تضغط لايك والاشتراك في القناة عشان توصل لك كل جديد. سلام.